بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا شرفتونا. أنا الدكتور مازن مأمون أبو خضر، أستاذ بالهندسة الكيميائية في جامعة البلقة. بطاقتي الشخصية أنا متزوج وعندي 3 أولاد، عندي باسل وياسمين وعمار. بدأت حياتي الدراسية الأساسية من ابتدائي ومتوسط وثانوي في دولة الكويت. أنهيت الثانوية العامة في سنة 1987. بعدها التحقت بالجامعة الأردنية وأخذت بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الجامعة الأردنية سنة فاتت 92. بعد ما أنهيت البكالوريوس وقفت في أنظر إنه وين اتجاهاتي، يا إما بدي أروح صناعة أو إني أنا أكمل دراسات عليا. فكان عندي شغف كثير اني اكون التحق في الكادر الاكاديمي والجامعي والتدريس، فلقيت الدعم معنوي ومادي من الوالد اني اكمل. فعليا قدرت اني التحق في الماجستير في جامعة مانشستر في تكامل العمليات الصناعية، واخذت في درجة الماجستير بجامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة. أنهيت الماجستير في 1994 والحمد لله كان جدا موفق، وقدرت أتمكن أخذ منحة متكررة لمدة 3 سنوات لدرجة الدكتوراه. أكملت الدكتوراه في موضوع انتقال العمليات وانتقال الحرارة من تصميم وتحكم في نفس القسم الهندسة الكيميائية في جامعة مانشستر في بريطانيا، وأنهيتها الحمد لله سنة 1997. بعدها كان أول تعيين إلي في الجمعية العلمية الملكية، وانضميت لمركز الكيمياء الصناعية. اشتغلت هناك بدرجة باحث، لكن سبحان الله ظل في بالي يراودني أني ألتحق في الكادر الأكاديمي والتدريس، ظل كأنه حلم. والحمد لله في أول فرصة التحقت ب جامعة البلقة في 2001، والتحقت في قسم الهندسة الكيميائية في الجامعة. حالياً إلي تقريباً 16 سنة في الجامعة. بالنسبة للكورسات في البرنامج، تقريباً درست معظم الكورسات الموجودة في برنامج الهندسة الكيميائية، لكن حالياً احنا في طور إنه نحاول نتخصص في مواضيع قريبة من تخصصنا، مثل عمليات انتقال الحرارة، الديناميكا الحرارية، عمليات التصميم. فهي معظم المواد اللي هي أقرب لإلنا في تدريس حالياً في كورسات اللي نعطيها في البرنامج. بالنسبة للبحث العلمي، البحث العلمي حالياً اتجاهات العمل اللي اشتغلناها كلها في مجالات الطاقة والطاقة والإنرجي ريكفري والإنرجي يوتيلايزيشن، في تصميم الشبكات، المبادرات الحرارية، الإيكونومكس والتصميم في المصانع. الحمد لله قدرنا نشتغل شغل كويس مع أكثر من جهة. اشتغلنا مع بروفيسور جيمس بايت في وين ستيت في الولايات المتحدة، اشتغلنا مع بروفيسور هولجر في كارلسروهة في ألمانيا، بروفيسور مارتن، بروفيسور بارت في كارلسروهة كمان في ألمانيا، بروفيسور منور التراكية الحمد لله في كمان في الجامعة الأردنية وفي ألمانيا في جامعة كارلسروهة. بالنسبة للبحث العلمي كمان قدرنا نشترك في هيئة التحرير في مجلة Energy Sources. طبعا بارت انا موجود في كلاهما، بارت A وبارت B. بارت A هو يعنى بالانفايرمنتال امباكت للانرجي سورسز، بارت B له في الايكونومكس واليوتيلايزيشن اوف انرجي سورسز. المجله الحمد لله صادره من فرانسيس اند تايلر وصار لها مستوى دولي جيد والحمد لله، وفي أبحاث كثير تنشر مع أكثر من جهة، والحمد لله الأمور يعني موفقة. تشوف الهندسة الكيميائية أفضل من غيرها؟ السبب؟ مش أفضل من غيرها، هي مكملة لغيرها، لأنه إحنا
كهندسة كيميائية جزء من الهندسة ككل. يعني عندنا الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والكيميائية كيف الصناعة. فلا احنا نكمل بعض البعض. سمعنا عن حياتك بأول الفيديو، ضع لحياتك عنوان. موفق ان شاء الله برضا الوالدين، موفق ان شاء الله دائما الحمد لله. اول انجازاتك بمجال الهندسه الكيميائيه؟ اول انجازاتي كان اللي هو الحصول على الدكتوراه فعليا، لانه كانت كفاح لحصول على منحه في الخارج، وانا كنت في الخارج واتاكلت كانت كل الامور الماديه ملقاه علي، فقدرت احصل على منحه متتاليه لمده 3 سنوات وعشان احصل على درجه الدكتوراه. فكانت انجاز بالنسبه لي كان كثير رائع الحمد لله، موفق ان شاء الله الحمد لله. اكبر انجاز برايك انت انجزته بهذا المجال؟ اكبر انجاز يمكن لسه ما حققته، لسه عندي طموحاتي واحلامي، فان شاء الله لانه كل انجاز له طعم خاص، ما بقدرش نحكي انه هو اكبر انجاز. التحقق بالجامعه، انتقالك من الرتب من استاذ مساعد لاستاذ مشارك لاستاذ دكتور، لخروجك لندوات بحثيه دوليه ومشاركه مع اجانب في مواضيع بحثيه كثيره، في طموحات موجوده، لا يزال كل طموح له اللي بعديه، فان شاء الله نوصل للي نرغب لاحسن. طموحات مستمره. مستمره نعم. لو خيروك بمجال غير التدريس شو بتشتغل؟ زي ما حكى الدكتور احمد، تدريس معلم، مستحيل اتخيل حالي مش معلم. ما في مجال؟ لا 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 ما بزبط معي، ما بزبط معي. تحليليه او عضويه مين بتحب اكثر؟ انا ابدعت كثير في العضويه، لكن التحليليه تظلها جميله، لا لها لها رونقها. اوكي، والعضويه جميله لانه هي اصلا كلاهما تولز لإلنا نستخدمها بطريقة إكستنسيف بدراستنا وبشغلنا. فالشخص اللي أصلاً بكون متمكن بالعضوية ومتمكن بالتحليلية بيساعده بشكل كبير في النظر على أمورنا والعمليات تبعتنا والعمليات الصناعية اللي نشتغلها. لا أعتقد كلاهما مهم لإلنا كمواد نستخدمها. طب مقلوبة أو كبسة مين بتحب؟ يمكن مقلوبه، يمكن مقلوبه. ايش مقلوبه؟ باذنجان؟ لا يعني مقلوبه. موقف اثر بحياتك مع احد الطلاب؟ مع احد الطلاب هو هذا الموقف كان مع طالب دبلوم اجى يدرس عندنا في تخصص في برنامج البكالوريوس. طالب استغربت انه انا تعرفت عليه، اكتشفت انه هو بيشتغل، وضعه في عمله كثير ممتاز لدرجة انه هو اعتقد مدير مصنع، وبدناش نجيب اسماء، لكن كان وضعه المالي كويس، وضعه العمل كويس. فانا استغربت قلت له انه دراستك للبكالوريوس بتضيف لك، لكن حكى لي معلومة انه هو بدرس عشان يعطي البكالوريوس لحماته. فاستغربت قلت له مالك، شو مالك مع حماتك؟ قال لي حماتي دائما بتميز بيني وبين عدايلي، عدايلي مهندسين واطباء، الا انا معي دبلوم، وفي حين اني انا بعمل وراتبي اكثر من كلاهما الموجودين كعدايلي. انا بداخل بجيب الحمد لله وضعي كويس، لكن سبحان الله الكل كان ينظر الي بنظره دونيه انه انا دبلوم. فقلت خليني اكسر حاجز المجتمعي هذا المعوق وادرس، وفعلا الشاب ابدع في البكالوريوس تبعه. وحتى قابلته مره اخرى بقول له شو صار معك؟ قال سلمت الشهاده لحماتي وخلصت من نقها فوق راسي ورجعت لشغلي والحمد لله. الطالب اللي بيشتغل وبدرس شو بتنصحه شو بتحكي له؟ الطالب اللي بيشتغل وبدرس راح تكون المهمه صعبه، عاده البكالوريوس بدها تفرغ كامل، خاصه الهندسه، لانه المواد والشغل والشغل المختبرات يعني شغل وجهد كبير، فبده يضطر ينسق بينه وبين شغله. اذا هو مضطر يشتغل ما فيش داعي انه يستعجل في اخذ المواد، يحاول يمشي شوي شوي، يعني ياخذ احمال بسيطه مثلا 9 ساعات 12 ساعه او اقل، ويقدر ينسق بينه وبين شغله. لا الدنيا مش طايره، هو
حقق نجاحه بشغله وهذا كويس، وبده انه يحسن اموره الحياتيه لكن مش على حساب جهده وشغله ودراسته، فهي بدها فقط انه ينسق وقته حتى يقدر ينجح. وبتشوف التنسيق هذا ممكن؟ ممكن، ليش لا؟ ممكن، بس للاسف في بعض الناس بيستغل سلافه الشغل انه يصير يتهرب من المحاضرات، وللاسف بعضهم بيعملها، لكن اذا هو جاد وهو قادر وحاطط مرتب اموره وواضح باهدافه بيقدر. نعم بيقدر. بتروكيماويات او ادويه مين بتحب؟ البتروكيماويات تعتبر بالنسبه لنا افضل من ناحيه انه معظم العمليات الصناعيه تبعتنا بنشاهدها من الصناعه في البتروكيميكالز، طبعا هاي اكيد. العمليات الصناعيه في الادويه هي محدوده، لكن صحيح الناس احنا بنحب الناس كوظيفه يروحوا للادويه لانها ارتب وانظف، والانفايرمنت اللي بيشتغل فيه هي انفايرمنت انيقه. ف يعني بس هي البتروكيماويات طبعا لها اليد العليا من ناحيه انه انت بتكون تكسب خبره من عمليات تشغيل، من وحدات، من ترابل شوتينج، فتعتبر بالنسبه لنا لطالبنا افضل بانه يكون في مجال البتروكيماويات. طب شاورما او كنافه مين بتحب؟ لا الكنافه. كنافه هوايه بتحبها من وانت صغير؟ بحب القراءه، بحب الادب، بحب اقرا ادب وشعر وقصص قصيره ادبيات. نعم بحب الادبيات. نعم. كيف ممكن الطالب يحصل على الاي برايك بالكورس؟ الاي سهل لكن بدها شغل. يعني اذا الطالب في اللي احنا بنشوفه حاليا بده يعتمد على سلايدات الدكتور، بده يعتمد على دفاتر مفرقه، هذا ما راح يجيب له الاي. هاي ممكن تمشيه انه يمكن تنجحه في الكورس، لكن في شيء اسمه كتاب، والكتاب المقرر لازم تمسك الكتاب وتقرا الكتاب وتحاول تحل اكبر قدر من الاسئله اللي عندك، لانه لازم الشخص في الكورس يبني ثقه انه هو فاهم، لانه راح يمر عليه لما هو يقدر يحل سؤال واثنين وثلاث، هاي بتنمي عنده ثقة بأنه هو قادر أنه يحل بغض النظر على الأسئلة اللي راح تجي. إذا بده يلتزم فقط بدرسية ويقرأ قوانين ويعتبر حاله أنه هو فاهم، ما راح يقدر يجيب الـ A. الـ A ممكن بالعكس هاي السلايدات تخذله. الـ A بدها جهد، بدها تعب، يعني بدك تقعد على الأقل في كل مادة من ساعتين لثلاث تفهم المادة، تحل أسئلتها. ويعني يعني هالأيام الطالب كثير محظوظ، يعني كان يحصل على الكتاب والمانيوال سوليوشن كمان للكتاب، بس ان شاء الله يمسك الكتاب. نعم اقراوا البي دي اف، الكتب ما شاء الله عليها ملونه احمر واصفر، وبدل اكزامبل 20 اكزامبل، وبتفهم زي ما بقولوها الحجاره، بس ايش امسك الكتاب وحاول تقرا. للاسف كثير من طلابنا بيعرفوش هو الكتاب، الكتاب اللي عنده ممكن يكون قصقصة من دوسية أو قصقصة من سلايدات، وبده يمشي حاله ويمرق أموره. هذا يعتمد على الطالب شو غايته شو هدفه، بده يوصل لهذا الهدف لازم يتعب ببساطة. هي مشكلة الكتاب اللغة العالية اللي فيه، كيف ممكن نحل اللغة؟ لا بالعكس، هالأيام على أيامنا كانت الكتب فعلا سيئة، كانت اللغة الإنجليزية كانت كثير محترفة، يعني كانت الكتب تكتب من ناس اختصاصيين باللغة الإنجليزية صعبة. حاليا بالعكس، من 10 سنين وجاي معظم دور النشر الكتب تلجأ إنها تكون لغتها الإنجليزية كثير مبسطة، تلجأ إنه يكون في المفهوم مبسط، بعد المفهوم مباشرة تحط مثال بالحل التفصيلي بحيث إنه الطالب يفهم الكونسبت وينزل تحت ويحل السؤال عشان يثبت المفهوم اللي هو درسه. بالعكس الكتب الايام هاي تعتبر يعني اللغه العاليه كثير جميله. اللغه العاليه مجرد اشاعه بس. لا لا لا، الكتب القديمه كثير نعم، بس الكتب الحديثه اللي هي بعد 2000 لا، لانه دور النشر صارت تنتبه انه اللغه ممكن تكون عائق،
المؤلفين والأوثرز بيلجأوا لتقليل اللغة وتبسيطها أكثر من أنه هو من جانب فلسفي أنه يناقش موضوع أو مفاهيم يعقد الطلاب فيها. مشكلة الحرمان، حالات تستوجب حرمانك للطالب؟ الحرمان احنا بنحاول نتجنبه، لكن لما توصل الأمور لأنه الطالب يعدي عن عدد غيابات المفروضة، مثلا المفروضة عندنا مثلا مادة كورس 3 ساعات، أوكي، والقانون يقول إنه هو ضعف عدد ساعات المادة 6 ساعات والسابع نرفع فيه، أوكي. المثل الإنجليزي بيقول laws are made to be broken، يعني إحنا نتفنن إنه نكسر القوانين، هنكسر القوانين. لكن إذا الغيابات عدت 10 غيابات و11 و12 وبعد إنذار الطالب وحكينا مع الطالب مرتين ثلاثة دير بالك غياباتك زادت عن حدها وشعرت إنه في نوع من الاستهتار، لا بلجأ للحرمان وبرفع فيه. لكن يعني أنا بديش أكون بعبع، لكن على مدى 15 سنة من تدريسي يمكن عدد الناس اللي أنا حرمتهم بتعدوش يمكن عدد أصابع الإيد، لكن هو إجراء تأديبي للناس اللي هم تجاوزوا الحدود بشكل يعني واسع. يعني أنا ما بلجأ إنه والله فقط 6 ساعات وحرمته يعني فقط للانتقام أو شيء، بالعكس أنا بحاول أتفهم ظروفه، إذا كان عنده ظرف، إذا كان عنده ظرف طبي، عمل، أي شيء، بالعكس بأخذ بعين الاعتبار. لكن في نهاية المطاف إذا شعرت إنه هو ما استجابش معي مرة وثنتين وثلاث وعدد الغيابات تعدى حدود يعني كبيرة، لا بنلجأ للحرمان. برأيك مشكلة الحرمان هي أكبر حاجز خوف بين هي أكبر حاجز خوف بين الطالب والدكتور؟ لا الحرمان، لا أنا بلجأش للحرمان كخوف، بالعكس المفروض الطالب يدخل على القاعة وهو مرتاح لأنه هو دافع أقساط المادة، هو اللي جاي يتعلم، المفروض إنه ما يكون في نوع من الخوف بين الطالب والأستاذ. الطالب يلتزم في محاضراته، ما في يصير أي شيء، أي فكر يعني لخوف أو إنه الطالب يحرم. إذا الطالب حاطط في باله إنه هو بده يغيب، فإذا هو حاططها مسبقا في باله إنه هو صار يتغيب عن المحاضرة، يطنش المحاضرة، فهو بصير يخاف إنه ها الدكتور ممكن يحرمني أو ما يحرمني. بس هذا التصرف هو تصرف تقريبا غير سوي لطالب من شوارع الطلاب، الطالب الملتزم، الطالب اللي هو بده يتعلم، الطالب اللي دافع ثمن الكورس وبده يجي، بالعكس المفروض في علاقة كثير ودية، يعني العلاقات المفروض تكون مبنية على احترام، احترام متبادل، وما في أي شيء من الخوف المفروض ما لازم يكون فيه. نعم. شغلة بتشوفها بطريقة تدريسك مميزة؟ مميزة ما هو بحاول يكون في نوع من خلط بين المادة العلمية وبين مصطلحات موجودة في واقع الحياة. يعني مرات بحاول أستخدم كلمات فقط من سبيل الفكاهة ونغير الجو، بحكي عن مثلا على سبيل المثال لما نيجي نحكي عن في انتقال الحرارة عن فورير، أو بنحكي عن بحكي عن مرحوم فورير أو مرحوم نيوتن أو مرحوم بولتزمان، فالطلاب بصيروا ينتبهوا، بصير تركز، يعني إنك أنت تحاول تربط شيء كلمات معينة في أثناء شرحك المادة العلمية، فالطالب بصير يركز معك أكثر. نعم. بنحاول عندنا الباوربوينت موجود، بنحاول بنفس الوقت مع الباوربوينت نحاول نشرح كتابة عشان نغطي أكبر كمية من المادة. بحاول أبسط الأمور، مع تعقيد الأمور مش وارد، بحبش يكون الأمور معقدة، لأنه أنا بدي المعلومة توصل للطالب ببساطة بأكبر قدر ممكن حتى يقدر يهضمها، أوكي؟ ليس هي موقف إن أنا أحاول أعقد الأمور، لا، إن شاء الله نكون ننجحنا في هاي طريقة الشرح. أعتقد إنها يعني الفيدباك اللي أجاني من الطلاب كان positive، إنه
انك انت بتسهل الموضوع بتخليه سلس نعم ومريح. دكتورنا ككلمة أخيرة لطلاب الكيماوي وطلاب البوليتكنيك وأي طالب جامعي، شو بتحب تحكي له؟ الكلمة هي أي طالب يدخل الجامعة أو عندنا بده يدخل لبرنامج البكالوريوس، بغض النظر كان بكالوريوس هندسة طب صيدلة، ادخل البكالوريوس اللي أنت بدك إياه، ادخل البكالوريوس حاطط في بالك إنك أنت بدك تبدع، لأنه الدخول البكالوريوس الكل صار، الكل راح يدخل البكالوريوس والكل راح ينجح، لكن حاول تحط في بالك انك تدخل البكالوريوس وتخرج بتقدير مشرف، يعني انك تشعر انك ابدعت فيه، حبيته، بنيت فيه شخصيتك وكاريزما معينه الك خاصه فيك. لما تتخرج بتقول والله انا مهندس كيماوي او مهندس ميكانيك والحمد لله ابدعت وجبت تقدير ممتاز او جيد جدا، تشعر بانك انجزت شيء في حياتك. انا دائما بحكي للطلاب البكالوريوس بنعمل مره واحده في حياته الواحد، فدخلت بكالوريوس حاول تبدع فيه وتخرج ب يعني ب يعني بوضع انك تكون متقدم مشرف، ترفع راسك في البكالوريوس اللي انت اخذته. هي رسالة للكل إن شاء الله. شكرا لك دكتور. أهلين فيك، شرفتونا، أهلا وسهلا. الله يسعدك. الله يسعدك.